الرضيع أيضا أشياء كثيرة، لكن أكيد في معايير لازم أعتمدها حتى راحته أيضا. فياريت نحكي على هذا المعايير وكيف أختار هذه العربة المناسبة للطفل. أهلا بك أمال، وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا يا دكتور. أنت دائما بتختاري مواضيع صعبة قوي أمال الحقيقة. لا، هو السهل الممتنع، هو الصعب السهل. هو الحقيقة تقول لأنه هو بعيدا عن دراسة الطب، ولكن هي الفكرة كلها الأم بتختار العربة على حسب عمر الطفل زي ما احنا بنقول. فبداية في عمر الوليد الأم محتاجة تخرج بالطفل، فمحتاجة عربة فعلا بمواصفات معينة. أهم شيء في العربة الحقيقة هو السطح، الظهر العربة يكون صلب شوية، على أساس إن هو عظام الطفل بتكون لينة في البداية، فما ينفعش إن يكون الظهر بتاع العربة طري شوية، فممكن يأثر على العظام أو على أعضاء الطفل. فلازم يكون ظهر العربة صلب، وبعدين بنحط عليه فرش من القطن أو شيء بحيث إنه هو يستوعب الطفل. تاني حاجة طبعا لازم يكون في فرامل في العربة. الكلام ده أنا بتكلم فيه المهندسين، ولكن دلوقتي مهم جدا نتكلم فيه. لأن طبعا العربة معرضة للانزلاق من الأم الحقيقة، فلازم طبعا تبقى حريصة جدا إن يكون في فرامل. لو تشوف الموافقة اللي من وراء الزجاج كيف إنه فعلا الدكتور معه حق، يعني عم يلامس نقطة كثير مهمة. بالضبط. الحاجة الأهم كمان إن هو يكون في غطاء للعربة، يعني يكون في سقف للعربة نفسها، بحيث إنه يحمي الطفل من الإضاءة الشديدة لو خرجنا في الجو العادي، يحميه من الشمس والكلام ده كله. تاني حاجة، بعض الأمهات بتعلق حاجات في سقف العربة إنها عشان الطفل تاخد نظر الطفل أو الكلام ده، فطبعا بنقول للأم دائما خليك حريصة إنها تكون بعيدة شوية عن الطفل، لأن بعد ما تطور الطفل مع العمر ممكن يمد ايده يشد حاجه يتسبب في جرح نفسه او شيء تاني مع مرور العمر. دكتور سامح، معليش سامحني قبل ما نروح لعمر تاني، نحط له وساده ولو خفيفه مثلا وفي هذا العربه؟ يعني هو احنا دايما بنقول للام للطفل طبعا بيكون نايم على الظهر، وطبعا بنبقى حريصين ان احنا نحط وساده رفيعه جدا تحت الكتفين بتاع الطفل، بحيث ان ما تبقاش الرقبه في حاله انثناء فتأثر على نفس الطفل مع حركة العربة وهي ماشية، ممكن الرقبة بتاع الطفل تنسني. فدايما يكون في مخدة صغيرة أو شيء تحت الكتفين بتاع الطفل علشان يبقى مساعدنا في فرد الرقبة بشكل بسيط. رائع. طيب انتقلنا لمرحلة سنية أخرى، في معايير تنصح فيها دكتور سامح؟ أكيد طبعا. بدأنا ننتقل لمرحلة ثانية، بدأ الطفل نحوله من الوضع نائما إلى الوضع جالسا. بعد عمر 6 شهور بيبتدي الطفل يجلس تمام، ويبتدي أنه يقدر يتحكم في عضلات الظهر وعضلات الحوض ويجلس الطفل. فطبعا بنكون حريصين ان احنا نقدر العربة يكون فيها الاوبشن ان احنا نقدر نميل الظهر ونحركه بدرجات متفاوتة، بحيث ان الطفل لو نام بننزله لتحت، لو الطفل قاعد بنحركه للامام، مع وجود كتفات واحزمة طبعا علشان التحكم في حركة الطفل، لان مع مرور عمر الطفل طبعا بتكون الحركة اسهل، فممكن طفلك يتسلق العربة وينط منها او ينقلب خارج العربة او الكلام ده. فلازم طبعا يكون في كتفات وفي أحزمة بتتحكم في حركة الطفل مع مرور عمره. رائع. دكتور سامح، وحضرتك عم تحكي، أنا في سفرة الأخيرة في الحقيقة شفت أشياء أنا حابة أوقف عندها وراح أربطها بهذا الموضوع، موضوع العربة الأطفال. حضرتك حكيت على وضعية الجلوس، وممكن حين أنه هو جالس طفلي ينام، ممكن عم يشوف تي في وتديه عينه وينام وينام لفترات طويلة. أحيانا ممكن أنا عم أعمل شغل البيت وأخليه جالس لفترات طويلة في هالعربة، أنا كثير شفت هذا المشاهد. صحيا مضرنا به مش مضرة؟ ياريت تعطينا نصيحتك الطبية. هو الحقيقة طبعا يعني النوم في وضع الجلوس بيخلي الطفل خلاص الرقبة بتميل للأمام والرقبة بتنتني، فده طبعا بيعرض الطفل لمشاكل في التنفس وصعوبة في التنفس، وأكيد الأم هتسمع صوت لو الطفل نام في الوضعية دي. مش مستحب طبعا أن الطفل ينام في الوضعية دي حرصا على تنفسه، ولكن الأم طبعا عينيها بتكون على طفلها حتى لو بتكون بتعمل شيء تاني، المفترض أنها بتتابع الطفل، مش المفترض اطلاقا ان الطفل يغيب عن نظرها. اذا الطفل بدا ينام بيتاخد الطفل وينام في مكانه المحدد ليه على
ظهره، لان طبعا احنا عارفين ان ممنوع قبل عمر السنتين نوم الطفل في اي وضعيه غير وضعيه الظهر، لانها طبعا اتسببت في حالات وفاه كتير في الاطفال. وجلوسه على العربه ايضا، عربه الاطفال، يعني اي نعم انا اخترتها بمعايير اللي حضرتك عم تحكي عنها، بس يعني الماكسيموم يعني اكثر شيء ممكن اخلي طفلي على هذا العربه، ممكن مثل ما اشرت في البدايه وقبل شوي ممكن عم يشوف تي في وانا مشغوله، فبالنسبه لي احسن اني اخليه في هالوضعيه لانه امن، اخاف ممكن يروح المطبخ او يعمل اشياء يعني كارثيه، فاخليه على العربه اقول احسن. فشو الماكسيموم اللي اخليه على العربه؟ انت كده امال بتتكلمي زي الاماتي عاوزه تكتف الطفل وتحبسه، هو الحقيقه مش المفترض. ما انا مش انا اقول لك انا شفت هذا المنظر وحابه اسالك فيه علميا وطبيا. لا هو الحقيقة طبعا ان العربة وظيفتها محددة هي للانتقال بالطفل والحركة في اماكن خارج البيت، مش المستحب استخدام العربة داخل البيت، ولكن احنا ممكن الام يكون في سرير صغير او شيء معين للطفل بتنيمه عليه في العابه المعينة على حسب عمر الطفل. طبعا احنا بنتكلم من عمر الرضيع غير عمر بعد 6 شهور غير عمر بعد السنة، لان كل مرحلة لها حركات الطفل بيأديها وله وضعية معينة. يعني احنا بيجي في وضعية بعد 6 شهور الطفل بيبقى قادر على ان هو ينقلب من الظهر للأمام، فدي فيها خطورة ان الطفل ممكن يوقع نفسه او حاجة زي كده، فلازم نكون متحكمين ان في جوانب للمكان اللي الطفل موجود عليه علشان الطفل ما يقعش عليه. والحقيقة احنا بنتعرض للحوادث دي كتير، وامهات بتجيلنا في العمر ده الطفل وقع من على الكرسي، الطفل وقع من على السرير، لان طبعا اول ما الطفل بيبقى عنده القابلية والقدرة ان هو ينقلب هو عرضة للوقوع من على الاماكن العالية 100%. وحتى نختم مع حضرتك دكتور سامح، من الضروري جدا، وهذه طبعا هذه ملاحظة يعني أكيد كل الناس عارفين بس معليش راح نذكر فيها، أنه تكون في هالعربة مساحة كافية حتى نضع أغراض الرضيع، مستلزماته، حقيبته، خاصة لما نطلع هو يكون يعني مرتاح وأنا أكون مرتاحة من ناحية الأشياء ممكن اللي راح يحتاجها، حفاضات، ممكن أكل، حليب، الأشياء الضرورية. ده الشكل الاقتصادي بتاع المرأة طبعا اللي هي بتستخدم 2 في 1 زي ما بيقول، طبيعي إنها محتاجة حاجات تطلعها فيكون في أماكن للتخزين والكلام ده جزء تكنيكال بعيد عن الجزء الطبي تقريبا يعني. شكرا لك، لكن معليش نذكر فيه. شكرا لك دكتور سامح عبد العظيم، سعدتنا اليوم بمعلوماتك الرائعة والمفيدة دائما، يعطيك ألف عافية وأتمنى لك يوم سعيد. اليوم في إتيكات سنتحدث عن إتيكات الجلوس في الطائرة، الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بخبيرة الإتيكات والبروتوكول الدولي دكتورة سلوى عفيفي. سعد أوقاتك يا دكتورة سلوى، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. الطائرة طبعا الآن مع يعني انحسار، نقول إن شاء الله يا رب كورونا وحركة الطائرة.